نطلق مرحلة جديدة. نريد أن اليوم نطلق الحكومة الذكية. والحكومة الذكية يعني أن متنقلة وتوصل للناس بدل ما الناس يوصلون لها، تكون 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوم في السنة. 22 من شهر مايو لعام 2013، جميعنا يتذكر هذا التاريخ الذي حدد خلاله صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ملامح حكومة المستقبل الذكية، الحكومة المضيافة كالفنادق السريعة في معاملاتها التي تسهل الحياة للناس وتحقق لهم السعادة لتغدو الإمارات معجزة القرن الحالي. وعند دخولك لمركز خدمة المتعاملين في دائرة الأراضي والأملاك في عجمان الحاصل على تصنيف 5 نجوم لن تشعر إلا بالسعادة. بالنسبة للحصول على 5 نجوم ومجيء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأصحاب السمو الشيوخ الشيخ حميد بن راشد، هذا بالنسبة لنا يعني أكبر جائزة حصلناها معنوية. وجود صاحب السمو الشيخ حميد والشيخ محمد بن راشد وأصحاب السمو الشيوخ في دائرة الأراضي، هذا كان بالنسبة لنا نحن فخر، ووجودهم كان تاج للدائرة، فهذا أعطانا تحدي أكثر. يعني الإنسان يعني قد يكون يعني صعب أن يوصل إلى قمة، ولكن الأصعب أن يحافظ على مكانه. خدمات ومبادرات مميزة تعمل الدائرة على التخطيط لها وتنفيذها ليلا ونهارا من أجل توفير الخدمات للجمهور وفق أعلى المعايير. نحن هنا في صالة الانتظار هيئناها على أساس تكون صالة بمواصفات 5 نجوم، وفرنا لهم جهاز نحن سميناه جهاز ضغطة في خدمتك، عبارة عن جهاز يوضع على كل طاولة، وكل موظف عندنا في الدائرة يلبس نفس هذه الساعة. هذه الساعة يلبسها بمجرد ما يضغط المتعامل على أي زر، سواء هو محتاج مشرف السعادة اللي هو مسؤول عن الصالة هذه، تهتز الساعة عندي أنا لأن كوني أنا مشرف السعادة، فأعرف منو أي طاولة بالضبط محتاجين لي، فأسير عندهم وأحاول أشوف شو احتياجاتهم، إذا عندهم أي ملاحظات أو عندهم أي شكاوي على أساس نحل هاي الشكاوي. والزر الثاني هو اللي خاص بموظف الخدمة، إذا احتاج موظف الخدمة يضغط رقم 2، وإذا احتاج المضيف سواء بيصور أوراق معينة أو محتاج إلى ضيافة معينة خفيفة الشاي والقهوة أو الماي يضغط رقم 3، ورقم 4 اللي هو الخاص بالكوفي شوب. رؤية جديدة، لأن الحين إحنا كخدمات حكومية مش مجرد نقدم خدمات للجمهور بالطريقة العادية اللي هم متعودين فيها يمكن مثل أي جهة حكومية أخرى، لا، صار تقديم هاي الخدمة كأننا نحن فندق 5 نجوم، فدائما نستبق المتعامل شو محتاج، دائما نحاول نلبي طلباته قبل ما هو حتى يقولها، فلازم يكون المتعامل لما يجي عندنا الدائرة يحس أن فعلا احنا فاهمين كل احتياجاته ونلبيها، وبطريقة أن درسنا الخدمة كيف تكون يعني من بدايتها إلى نهايتها بطريقة أنها تلبي حتى فوق التصور أو فوق التوقعات. والله الصراحة أنا ما توقعت المبنى بهالفخامة، أول مرة هي هنا الصراحة. خدمتهم بعد ما شاء الله عليهم ما قصروا، أنا ما يعني العملية كلها ما أخذت مني إلا 5 دقائق الصراحة. شوفي، أول ما أنا دخلت المبنى، لا من برا، وشفت 5 نجوم فدخلت كنت أبغى أعرف يعني شو السبب أنكم حصلتوا 5 نجوم دائرة، فياسا أشوف يميني أطالع يساري يشلها، بس فعلا عيبني خاصة هذه ضغطة الزر، وأنا جالسة مكاني أحصل على الخدمة. فعلا هذه هي حكومة المستقبل التي لا تنام وتحرص على سعادة شعبها في كل مكان وزمان.